بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور محمد عمر الفاروق، استشاري جراحة أوعية دموية بمستشفى الساحل التعليمي. النهاردة وامبارح مؤتمر من مؤتمرات الـ AVC في اسكندرية، وده من أحسن المؤتمرات اللي موجودة في مصر، وقدرنا إن احنا نجيب أحدث جهاز محاكي للأوعية الدموية من أمريكا. الجهاز ده بتاع شركة أمريكية اسمه مينتس، وده بيدرب الأطباء على إجراء جراحات الأوعية الدموية. فكرة جديدة إن أنا أشتغل على كمبيوتر سيميوليتر زي ما الطيارين بيعملوا، بحيث لما الدكتور يجي يشتغل على مريض فعلي يكون أوريدي عمل العملية 10 و11 و20 مرة ويكون اتدرب عليه. الجهاز ده قدمته شركة سيرفييه مشكورة لتدريب أطباء الأوعية الدموية لإجراء جراحات المتقدمة زي تغيير شريان الأورطة بشريان صناعي أو شريان الصدر بشريان صناعي. جهاز محاكي الأوعية الدموية من أحدث الأجهزة، بنحاول نطور في الأداء الطبي والتعليم الطبي المستمر لصغار الأطباء، لأن الفيوتشر ويل بي فيري تشالنجينج، وهيكون المستقبل بالنسبة للأوعية الدموية مستقبل إن شاء الله مشرق، ونقدر نفيد كتير من المرضى عن طريق التعامل بطريقة القسطرة والبالونة والدعامة بدون الحاجة إلى جراحات الأوعية الدموية المعقدة والنتائج الخطيرة بتاعتها. ومؤتمر كان أكتر من ناجح، كلنا استمتعنا بيه ودربنا حوالي 10 أطباء، وإن شاء الله المؤتمرات الجاية هندرب عدد أكتر منهم إن شاء الله. وشكرا جزيلا.